في الحقيقة تنظم جامعة القدس المفتوحة اليوم ندوة أدبية للشاعرة إيمان مصاروي، وهي شاعرة فلسطينية من الداخل الفلسطيني المحتل من الناصرة، وهذا يتماشى مع رؤية ورسالة جامعة القدس المفتوحة التي طالما عززت الشراكات وجسدت رؤيتها ورسالتها من خلال مجموعة من الأنشطة الهادفة لنقل صورة الأدب الفلسطيني والثقافة الفلسطينية من خلال الأدباء والرواة والشعراء لتسليط الضوء على القضايا الوطنية وبخاصة القضايا التي تختص وتتشابك ما وتتلاقى مع كلية الآداب في الجامعة، وهي كلية وبالذات تخصص اللغة العربية وآدابها، وهذا الموضوع سيعم بالفائدة على طلاب الجامعة وعلى كل المهتمين بالأدب والثقافة والشعر في محافظة طول كرم، وأيضا لنقل صورة للعالم أجمع أن الفلسطيني ما زال يحمل ثقافة وطنية ممزوجة بالأدب والفن والذوق الذي يعبر عن همومه وقضاياه، وبخاصة أن اعتقد الاحتلال أنه استطاع أن يفصل الفلسطيني الداخل عن الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، فهو واهم، فما زالت الأرواح تتلاقى من خلال أدب رفيع، شعر يعبر عن الهم الفلسطيني ككل أينما حل وارتحل نصرة لقضيته الفلسطينية العادلة. تمت دعوة من قبل قسم اللغة العربية في جامعة القدس المفتوحة بمدينة طول كرم، وهذا شرف لي، وهذه ليست المرة الأولى التي أشارك فيها في هذا الحرم الجامعي المتميز بإدارته. جميعا أشكر الأستاذ محمود صبري على هذه الدعوة، وسيتم التطرق إلى المدينة، فالجميع يعلم أن المدينة هي عالم آخر من الإبداع عند الشاعر أو عند الأديب. إضافة لذلك سيتم التطرق إلى الأبحاث التي قمت بها، وعلى رأسها الأبحاث المتخصصة في مدينة القدس، أبحاث طبعا علمية وأبحاث توثيقية، إضافة للتطرق إلى البحث عن تاريخ أدب السجون في فلسطين.